بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن اليو سي 38 43، ده بي دبليو ام كنترولر. يعني ايه بي دبليو ام كنترولر؟ يعني انا اقدر بالاي سي دوت اتحكم بيه في اي حاجه شغاله بي دبليو ام، زي مثلا ان انا اقدر اكونترول بيه على دي سي موتور، ممكن اعمل بيه دي سي موتور درايف مثلا اتحكم في السرعه، ممكن اعمل بيه دي سي كونفرتر زي انواع كتير، زي البوست كونفرتر مثلا، زي الفلاي باك كونفرتر. واحنا بنتكلم هتظهر قدامنا ابلكيشنز كتيره ممكن نستخدم فيها ايه اليو سي 38 43. طيب تعالوا ببساطه نشرح مكونات الاي سي ده. الاي سي ده باختصار هو 8 رجول بس، فعدد الرجول بتاعته بسيطه والتعامل معاها سهل. اول حاجه هنتكلم عليها هي الاوسيليتور، دايره الاوسيليتور. هي بنايه رقم 4. بنايه رقم 4 ديت بوصلها على مقاومه مع ال 5 فولت ومكثف مع جراوند، تمام. المكثف ده بيسموه سي تي والمقاومه دي بيسموها ار تي. حسب قيمه المقاومه والمكثف دولت بيتحدد الفريكوانسي اللي الاي سي ده هيشتغل بيها. طيب بس في شرط، في شرط يعني في الداتا شيت بتاعت الاي سي، ان الار تي دي لازم تبقى اكبر من 5 كيلو اوم، تمام. طيب كنا بنقول حسب قيمه المقاومه والمكثف هيتحدد الايه الفريكوانسي او السرعه اللي الاي سي دوت هيشتغل بيها. اقصى سرعه ممكن اشغل بيها الاي سي ده اب تو 500 كيلو هرتز، فدي طبعا سرعه كبيره جدا. فانا اقدر اكونترول بيه على يعني في ابلكيشنز كتيره هتحتاج سرعات اقل من كده بكتير. فالاي سي يو سي 38 43 كبي دبليو ام كنترولر هو رائع جدا وبيديني امكانيه عاليه جدا ان اوصل لحد 500 كيلو هرتز، تمام. طيب ازاي اقدر اختار الفريكوانسي اللي هتشتغل بيها السيركت؟ ببساطه خالص عندي قانون، قانون بسيط بيقول ان الفريكوانسي بتساوي 1.8 على ار تي سي تي، وطبعا الشرط ان الار تي ديت تبقى اكبر من 5 كيلو. فانا بشوف الفريكوانسي اللي انا محتاج اشتغل عليها كام، ولتكن مثلا 100 كيلو هرتز، وابدا اختار مقاومه ومكثف. يبقى حاصل الناتج المعادله ديت ان هو يديني ايه الفريكوانسي اللي انا عايزها، الايه ال 100 كيلو هرتز. وفي حل تاني، الحل التاني دوت في كيرفات، في كيرفات في الداتا شيت زي ما احنا شايفين هنا. الكيرف دوت، الكيرف دوت الاكس اكسس دوت بيتكلم عن الفريكوانسي، والواي اكسس عن قيمه المقاومه، وهنا كيرفات لكل قيمه مكثف. فببساطه خالص من غير المعادله دي تماما بيقول لك لو انت عايز مثلا، لو انت هتستخدم مكثف 100 نانو فاراد، تمام، وهتشتغل عند فريكوانسي وليكن مثلا 1.5 كيلو هرتز، فهتستخدم الكيرف ده، ادي 100 نانو فاراد اهي، ادي ال 1.5 كيلو هرتز اهي، هتقطع النقطه دي مع النقطه دي تمشي كده، هتلاقي المقاومه اللي انت محتاجها كام؟ 10 كيلو اوم. طيب لو انت لا هتشتغل عند فريكوانسي مثلا 10 كيلو هرتز، فتلاقي ان انت المقاومه بتاعتك بقت قليله جدا، فانت كده الكيرف بتاع المكثف ال 100 نانو ده مش هينفع، هنكبر شويه. هروح مثلا للمكثف ال 10 نانو، هلاقي الكيرف بتاعه محتاج انت ايه تمشي تشتغل على فريكوانسي مثلا 20 كيلو هرتز، فاهو هتيجي هنا ادي 20 كيلو، هتطلع فوق تقطع الكيرف ده تمشي الناحيه الثانيه تجيب قيمه الايه المقاومه اللي انت عايزها. فده الحل الثاني. والحل الاولاني موجود برده اللي هو عن طريق الايه المعادله 1.8 على ار تي في سي تي، ده يديني ايه قيمه الفريكوانسي اللي انا هشتغل بيها. طيب ده كده عرفنا ازاي نحدد السرعه او الفريكوانسي اللي الاي سي هيشتغل بيها. في تاني موجود عندي في الاي سي حاجه اسمها في ريفرنس. الفي ريفرنس ديت انا بسبلاي، انا بدي الاي سي ده في سي سي وجراوند. طبعا الفي سي سي بتاعت اليو سي 38 43 هو يقدر ياخد سبلاي لحد 30 فولت، لحد 30 فولت، تمام. ولكن هو علشان يترن اون هو لازم ياخد فولت اعلى من 8.5 فولت، تمام. يعني لو اديته 12 مثلا
12 فولت هيقولنا عادي، لكن لو اديته 8 فولت مثلا مش هيتم نقول تمام. فده شرط في الايه، في اليو سي 38 43 ان انا لازم اديله عشان يتيرن اون في ثري شولد فولتج، ده بيسموه ثري شولد فولتج، ثري شولد تيرن اون، ان هو عشان يقول لازم اديله فولت اعلى من 8.5 فولت. يعني لو 12 هيبقى شغال معايا لحد 30 هيقول معايا عادي، لكن لو نزلت عن 8.5 هيقف تمام. طيب ايا كان بقى الفولت اللي هياخده في سي سي، في جواه ريجوليتور بيخرج لي على بنيه الفي ريفرنس ديت 5 فولت، بعمل بيها ايه؟ طبعا زي ما احنا متفقين البنيه دي اسمها ايه؟ في ريفرنس، فولتج ريفرنس. فديت بستخدمها عشان مثلا احطها على مقاوم ومكثف بتوع دوائر الاوسيليتور، استخدمها عشان اعمل فيدباك للاي سي عشان يكنترول على الفولت او يكنترول على الكرنت، ولكن دي ما اقدرش اسبلاي بيها اي لود، ما اقدرش انور بيها للدايه، ما اقدرش اسبلاي بيها مايكرو كنترولر، ما اقدرش اسبلاي بيها اي سي مثلا عايز 5 فولت، لا دي مش بستخدمها كباور سبلاي، دي بستخدمها بس علشان تبقى ريفرنس فولتج، بستخدمه في الدوائر اللي هشتغل بيها مع الايه الاي سي يو سي 38 43. فالنقطه دي لازم تبقى واضحه، يعني عشان ما لو استخدمتها وسحبت منها تيار هتلاقي الاي سي نفسه من جوه الدنيا بهدلت معاك ومبقاش شغال مظبوط تمام. طيب كده احنا شرحنا دائره الاوسيليتور وشرحنا دائره الايه السبلاي وشرحنا دائره الفي ريفرنس، بقى عندنا ثلاث دوائر، دائره الاوت ودايره الفيدباك بتاعه الفولت، ده فولت فيدباك، ودايره الفيدباك بتاعه الكرنت، كرنت فيدباك تمام. خلينا نتكلم اول حاجه عن اسهل نقطه اللي هي ايه الاوتبوت، الاوتبوت بتاعي، الاوتبوت بتاع اليو سي 38 43 هو عباره عن موسفيت درايفر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تقدر تستخدم الخارج الاوتبوت بتاع الاي سي ده تكنترول بيه على موسفيت مباشره من غير ما تستخدم اي درايفر او تحتاج اي كومبوننت ثانيه عشان تكنترول على الموسفيت اللي انت هتستخدمه دوت. يعني ازاي؟ عندي الاوتبوت بتاعي عباره عن الاثنين ترانزستور دولت، لو الاي سي هيترن اون فبيترن اون ده ويقف ده، لو بيترن اوف فهو بيترن اون ده ويقف ده تمام. وهو حاطط لك نقطه الكوليكتور بتاعه الترانزستور ده هي نقطه 7 اللي هي نقطه الفي سي سي، يعني لو انت مديله 12 فولت فهنا على طول وصل 12، وفي نفس الوقت نقطة الاميتر بتاعت الترانزستور اللي تحت دي هي بناية رقم 5 اللي هي جراوند، اللي انت بتوصل عليها الجراوند بتاع الاي سي اساسا، فهنا وصل ايه؟ جراوند. فمعنى كده ان الترانزستور اللي فوق ده لو بقى تيرن اون فانت على نقطة 6 هيخرج لك 12 فولت، والترانزستور اللي تحت ده لو بقى تيرن اون وطبعا اللي فوق بقى تيرن اوف هيخرج لك على بناية رقم 6 0 تمام. فانت هتقدر كده عن طريق ال 12 والزيرو دولت توصل بالنهايه رقم 6 دي على طول بموسفت زي ما هنشوف بعد كده، وتقن وتقف بيه الموسفت ده مباشره من غير ما تعمل اي دوائر درايف تمام. فده طبعا تسهيل كبير جدا او ميزه قويه جدا موجوده في اليو سي 38 43، ان هو بيوفر عليك انك تستخدم درايفر يا اما اي سي درايفر او تعمل دايره درايف للموسفت اللي انت هتستخدمه تمام. طيب كده ما بقاش عندنا غير دايرتين دولت اللي هي الفولتج فيدباك والكرنت فيدباك. تعالوا كده في ورقه ثانيه كده نشرح فيها ايه موضوع الفولتج فيدباك الاول دوت. الفولتج فيدباك انا عندي ببساطه خالص عندي ايرور امبليفاير كده تمام، خارج هنا على بنايه رقم 2 دي هنا المفروض ايه بنايه اسمها فولتج فيدباك، ومن جوه واصل على الايرور امبليفاير ده نص الفي ريفرنس. الفي ريفرنس بكام؟ بخمسه، فنصها هيبقى كام؟ 2.5، يبقى الطرف ده واصل عليه 2.5 فولت على طول تمام. طيب الايرو امبليفاير ده الفولتج فيدباك ده واصل ايه على طرف النيجاتيف، والفي ريفرنس ده واصل على طرف البوزيتيف. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو جالي فولتج فيدباك اعلى من 2.5 فالايرو امبليفاير ده هيخرج لوجيك 1، لوجيك انا بتكلم كلوجيك مش ك
فولت. هو طبعا الفولت بتاعه هو السبلاي بتاعه 5 فولت والناحية التانية جراوند، فلوجيك 1 ده يعني 5 فولت تمام. ولو الفولتج فيدباك نزل عن 2.5 فولت هيخرج لوجيك 0 يعني 0 فولت تمام. طيب الاوتبوت بتاع الاير امبليفاير ده خارج برضه على الاي سي بالنهاية رقم 1 تمام، مسميها كومب. دي بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في حاجتين. اول حاجه لو انا عايز الغي الفيدباك، انا مش عايز اشتغل اساسا بالفولتج فيدباك ده، انا هشتغل على طول، انا هشغل الاي سي ويزاوت فيدباك تمام. فاقدر عن طريق البنايه بتاعه الكومب ديت اقدر زي ما هنشوف في الابلكيشن اللي احنا نعمله يو سي 38 43 وزاوت فيدباك، اقدر اكنترول بيه على الديوتي بتاعه الاوت عن طريق مقاومه متغيره وانا ما عنديش فيدباك ولا حاجه. طيب لو هستخدمه في دايره الفيدباك فده بستخدمه عشان اتحكم في الجين بتاع الايرور اللي هيبقى ما بين الفيدباك والسيتنج اللي موجود عندي في الايرور امبليفاير ده تمام. طيب تعالوا بس نكمل الدايره ونتكلم عن استخدام الموضوع ده. تكملت الدايره ان انا دوت الاوتبوت دوت واصل على ايرور امبليفاير تاني او كومباراتور. الكومباراتور دوت داخل عليه الاوتبوت بتاع الايرور امبليفاير ده، ومن الناحيه الثانيه داخل عليه رامب جنريتور. الرامب ده الرامب ده اللي داخل على الكومباراتور ده بيبدا من 0 فولت والبيك بتاعته 5 فولت تمام. طيب الفريكوانسي بتاعته قد ايه؟ الفريكوانسي بتاعته هي الفريكوانسي اللي انا مشغل بيها الاي سي، اللي انا ظبطت بيها دايره الاوسيليتور زي ما شفنا في دايره الاوسيليتور، اللي هي عن طريق المقاومه والمكثف اللي حطيتهم على بنايه رقم 4 اللي هي بتظبط الاوسيليتور، هو ده اللي بيكونترول الفريكوانسي بتاعت الموجه المثلثات دي هتبقى قد ايه بالظبط تمام. طيب الاوتبوت بتاع الايرور امبليفاير ده داخل هنا على البنايه النيجاتيف تمام، والرامب جنريتور ده داخل هنا على البوزيتيف تمام. بعد كده الاوتبوت دوت بتاع الكومباراتور ده داخل على ايه؟ حاجه اسمها اوتبوت كنترول. الاوتبوت كنترول ده بيتحكم فيه الاثنين ترانزستور بقى الايه بتوع الخارج اللي احنا اتكلمنا عليهم. قلنا ده واخد الفي سي سي وده واخد الجراوند تمام، فهو بيتحكم في الاثنين ترانزستور دولت. لو هيخرج واحد يعني هيقول ده ويقف ده، لو هيخرج صفر يبقى هيقول ده ويقف ده تمام. فانا كده بيخرج لي هنا يا اما في سي سي يا اما جراوند. طيب دي ببساطه دايره الفيدباك. طيب تعال بقى نشوف ازاي نستخدمها وساعتها هتوضح لنا هتوضح لنا فكرتها بالظبط في التشغيل ازاي. لو انا دلوقتي هشغل لو انا عايز اشغل الاي سي يو سي 38 43 ويزود فيدباك هعمل ايه؟ بنايه رقم 2 ديت يعني هنا هنكتب اهو، خليها في ورقه لوحدها. دلوقتي احنا هنتكلم عن اليو سي 38 43 ويزود فيدباك تمام، عشان ده هيبقى اقرب مثال يفهمنا دايره الفيدباك شغاله ازاي. انا ببساطه خالص عشان الغي الفيدباك بالنهاية رقم 2 اللي هي بيجي عليها الفولتج فيدباك دي هروح موصلها على مقاومه على الجراوند تمام، ولتكن مثلا 1 كيلو. خلاص انا كده لغيت الفيدباك. ده يعتبر كومباراتور. كومباراتور زي ما احنا عارفين طبعا من الكومباراتور لو الفولت اللي على النيجاتيف اكبر من الفولت اللي على البوزيتيف هيخرج لوجيك 0، لو الفولت اللي على البوزيتيف اعلى من الفولت اللي على النيجاتيف هيخرج لوجيك 1. فكده على طول الايه الفولت اللي على النيجاتيف زيرو، فالفولت اللي على البوزيتيف مخرج على طول ايه لوجيك 1. استنى كده. فانا عشان الغي الفيدباك هوصل البنايه رقم 2 دي عن طريق مثلا مقاومه بالفي ريفرنس، فكده البنايه رقم 2 ديت على طول داخل عليها 5 فولت. زي ما احنا عارفين الكومباراتور لو الفولت اللي على النيجاتيف اعلى من على البوزيتيف بيخرج لوجيك 0، لو الفولت اللي على البوزيتيف اعلى من الفولت اللي على النيجاتيف بيخرج لوجيك 1. فكده طول الوقت هيبقى الفولت اللي على النيجاتيف
اعلى من الفولت اللي على البوستيف، فهنا اللوجيك اللي خارج المفروض ايه؟ زيرو. طيب هعمل انا ايه بقى؟ همسك البنايه الاوتبوت ديت، خلاص انا كده لغيت الفيدباك، همسك البنايه الاوتبوت دي احطها على مقاومه متغيره، والمقاومه المتغيره ديت واخده 5 فولت والجراوند، تمام؟ فحسب قيمه المقاومه بيتحدد الفولت على البنايه الاوتبوت دي. طبعا هنا يعني نسيت اقول لكم ان هنا في دايت، فلو الفولت هنا اقل من هنا يبقى يعتبر، لو الفولت يعني على الاوتبوت اكبر من الفولت على خارج الامبليفاير ده، فالدايت ده هي ايه؟ هيبقى اوبن سيركت يعني. طيب فهنا حسب قيمه المقاومه المتغيره هيتحدد الفولت على البن ديت اللي هي داخل على النيجاتيف بتاع الايه؟ الكومباراتور اللي جوه. تعالوا نرسم الرسمه ديت هنا بوضوح اكتر. ادي الموجه، ادي الرامب جنريتور، ادي هنا الزيرو وهنا الخمسة فولت، تمام؟ لو انا الكومباراتور دوت المقاومه المتغيره ديت وصلت لي الفولت هنا بقى 2 فولت، ايه اللي هيجرى؟ فادي ال 2 فولت اللي انا بقارن بيها 2 فولت. هنا الرامب طول ما هو اقل من 2 فولت هيبقى الاوتبوت بكام؟ بزيرو. بمعنى ايه؟ يعني من اول 0 فولت لحد الرامب ما يوصل ل 2 فولت الاوتبوت عندي ايه؟ بزيرو. لكن من اول 2 فولت، من اول ما الرامب وصل ب 2 فولت لحد ما الرامب وصل ب 5 فولت الاوتبوت عندي ايه؟ بواحد، تمام؟ فاصبح ان هي دي الديوتي بتاعتي، هي دي التي اون بتاعتي دلوقتي. طيب والكلام ده هيتكرر في البلصايه اللي بعديها، فالتي اون بتاعتي هتبقى ايه؟ كبيره. لو انا الفولت بتاعي عند الكومباراتور ده وليكن ايه؟ 2 فولت، تمام؟ طيب خلينا نشوف لو الفولت عند الكومباراتور ده بقى 4 فولت، فانا كده هقارن فوق شويه. تعالوا بقى نشوف هنا تحت كده. فمعنى كده ايه؟ ان الرامب دوت طول ما هو اقل من 4 فولت الاوتبوت هيبقى بصفر، فعندي من اول 0 لحد 4 فولت كل الفتره دي الاوتبوت ايه؟ بصفر. لكن اول ما الرامب وصل ل 4 لحد ما بقى 5 كل الفترة دي هيبقى اون، فالاون بتاعتي هيبقى ايه؟ تي اون بتاعتي تبقى صغيرة خالص، وهكذا. وتتكرر ايه؟ تتكرر الناحية التانية. وطبعا دوت زي ما الاوتبوت، هنا هيتغير، الاوتبوت على الايه؟ البناية رقم 6 ديت هي ايه؟ هيتغير. فانا كده عن طريق مقاومة متغيرة واخدة في ريفرنس وجراوند قادر ان انا اتحكم في الديوتي بتاعة الايه؟ الاوتبوت بتاع الاي سي من اول الديوتي كده بقدر اغيرها من اول 0 لحد 100% حسب انا مدخل كام فولت، اقدر ان انا ايه اتحكم في الديوتي بتاعتي. طيب ايه الابلكيشن اللي هستخدمه الموضوع ده؟ هستخدم اليو سي 38343 مزود فيدباك عشان اتحكم بيه في الدي سي موتور، في سرعه الدي سي موتور عن طريق الديوتي سايكل. ازاي؟ طيب دلوقتي هنتكلم عن الابلكيشن اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو يو سي 38343 وذات فيدباك، هنكنترول بيه على سرعه دي سي موتور، تمام؟ ببساطه عندي دايره الباور اهي، دي دايره الباور، تمام؟ دي كده الباور سيركت عباره عن ايه؟ انا السبلاي بتاعي 50 فولت، هجيب دي سي موتور الطرف بتاعه على البوستيف، الطرف الثاني هحطه على موسفيت، الموسفيت ده اي ار اف 540، الاي ار اف 540 ده البريك داون فولتج بتاعته 100 فولت، والامبير بتاعه تقريبا 40 امبير، وانا الموتور بتاعي مش هيسحب يعني 2 3 امبير، فيعني كده الموسفيت ده ايه؟ في الامان يعني. وبعد كده الجراوند، فكده الترانزستور ده لو اون هيوصل الجراوند للموتور، فالموتور ايه؟ يبدا يشتغل. لو اوف هيفصل الجراوند ايه؟ عن الموتور، تمام؟ طبعا الموتور دي عزمه كسور ذاتي، فانا هقعد اقول له اوف، فكده حسب السرعه اللي هقول بيها اوف ومده التي اون قد ايه والتي اوف قد ايه هقدر اتحكم في سرعه الايه؟ الدي سي موتور. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق كنترول سيركت اللي هي دي، دي كنترول سيركت. ده الاي سي يو سي 38343،
اول حاجه طبعا السبلاي بتاعي هيبقى 12 فولت اون جراوند عشان اقدر اخرج على الاوتبوت بتاعي هنا في الموسفت 12 فولت اون جراوند، زي ما قلنا قبل كده ان هنا في اتنين ترانزستور، واحد بيدي الفي سي سي والتاني بيدي جراوند. فانا كده هكنترول على الموسفت ده الفي جيت بتاعته هديها 12 فولت وايه وجراوند. طيب فدي اول حاجه السبلاي. تاني حاجه دايره الاوسيليتور، انا هشتغل على فريكونسي 1 كيلو هرتز. طبعا دي فريكونسي بسيطه بس عشان يعني كمثال بسيط يعني. حسب الكيرفات اللي موجوده في الداتا شيت فلقيت ان انا لو هستخدم سي تي 100 نانو فراد ومقاومه 20 كيلو اوم هقدر اوصل للفريكونسي اللي هي 1 كيلو دي. فانا كده هحط المكثف دوت 100 نانو فراد والمقاومه دي 20 كيلو اوم، تمام، واوصلها بالفي ريفرنس اللي هي 5 فولت اللي هي خارجه هنا من الاي سي، تمام، والمكثف هوصله بالجراوند. كده يبقى احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الايه الاوسيليتور. الاي سي كده هيشتغل بفريكونسي 1 كيلو هرتز، تمام. طيب احنا قلنا هنلغي دايره الفيدباك، فزي ما اتكلمنا في الورقه اللي قبل كده ان انا البنايه رقم 2 اللي هي فولتج فيدباك هوصلها على مقاومه وعلى الفي ريفرنس عشان اخلي الاوتبوت بتاع الايرور امبليفاير بتاع الفولتج فيدباك بزيرو، واقدر اكنترول عليه عن طريق ايه ان انا اوصله على مقاومه متغيره واخد ال 5 فولت اللي هي الفي ريفرنس، تمام، وجراوند. فانا جبت مقاومه متغيره 10 كيلو اوم، اديت طرفينها 5 فولت وجراوند، والطرف المتغير بتاعها دخله على بنايه الايه بنايه رقم 1 اللي هي الاوتبوت بتاع الايرور امبليفاير بتاع الفولت، تمام. طيب بنايه رقم 3 اللي هي واصله على الايرور امبليفاير الخاص بالكرنت، الكرنت سينسنج، تمام، ديت لسه هنشرحها قدام، بس انا عشان الغي تاثيرها على الاي سي المفروض احطها على مقاومه على الجراوند. فانا كده لغيت تاثير الاوب امب دوت على الاون والاوف بتاع الايه الاي سي، تمام. بعد كده نيجي للاوتبوت بتاعي. الاوتبوت بسيط خالص، بنايه رقم 6 دي بيخرج عليها يا اما 12 يا اما جراوند. فانا هوصلها على الجيت بتاعت الموسفت، تمام، ولكن عن طريق ار جيت، وانا اخترت ار جيت بتاعتي وانا اخترت ار جيت هتبقى 100 اوم، تمام. فانا الار جيت هخليها 100 اوم. ليه 100 اوم؟ دلوقتي انا الاوتبوت بتاعي ممكن يبقى 12 فولت، تمام. اقصى كارنت ممكن يخرج من بنيه الاوتبوت دي هو 200 ملي امبير، تمام، ما يقدرش الاي سي يخرج على بنيه الاب دي اكتر من 200 ملي امبير. طيب فانا 12 فولت لو الار جيت بتاعتي 100 اوم، احنا عارفين طبعا ان الجيت بتاعت الموسفت هي عباره عن كاباستور، فاول لحظه في شحن المكثف دوت بيبقى ملوش اي مقاومه، بيبقى مقاومته اكنه سلكه، فاكن ال 12 فولت ديت يعني اكنها داخله على ال 100 اوم على الجراوند على طول، تمام. فاقصى كارنت فاي جيت في حاله ان المقاومه تبقى 100 اوم هيساوي ايه 12 فولت على 100 اوم، يعني تقريبا 0.12 امبير اللي هي بتساوي 120 ملي امبير. طيب يبقى انا كده في رينج امن من ال 200 ملي امبير اللي هي الماكسيمم اوتبوت كارنت اللي يقدر الايه الاي سي ان هو يخرجه، تمام. فمش معنى كده ان انا اخري 100 اوم، لا، انا ممكن اقل عن ال 100 اوم بس بحيث ان ايه ان الاوتبوت كارنت ما يزيدش عن 200 ملي امبير عشان الاي سي ما يسخنش والترانزستورات اللي جوه دي ما تتحرقش، تمام. طيب فانا ار جيت هستخدمها تبقى 100 اوم، وهحط بول داون ريزيستور 10 كيلو اوم، زي ما اتفقنا ان اي موسفت لازم اوصل على الجيت بتاعته بول داون ريزيستور عشان لاي سبب ما لو الاي سي ده عادة باظ اتحرق حصل اي حاجه انا مش متوقعها ما اشتغلش بالطريقه السليمه، يبقى في مقاومه موصله الجيت بالجراوند بحيث ان هو لو الموسفت اون يفرغ فيها ويبقى اوف ويفضل اوف بقى لحد ما انا اصلح الدايره بتاعتي واشوف انا هعمل ايه، تمام. ولكن طبعا مقاومه 10 كيلو ديت مش هتاثر خالص على التيرن اون والتيرن اوف بتاع الموسفت لو الايه لو الاي سي شغال، لان هي مقاومه كبيره جدا فالتيار اللي يمر فيها يبقى بسيط خالص، تمام. طيب كده عن طريق الدايره البسيطه ديت يبقى انا عن طريق ان انا اغير في المقاومه المتغيره ديت هقدر اغير في الديوتي بتاعت الدي سي اللي واصل على الموتور، فاقدر اغير ايه في سرعته. فتعالوا بقى نشوف ايه نعمل الدايره ديت عملي ونتفرج عليها.